صلى الله عليه وآله وسلم: علموهم الصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع، لا نتركهم يرقدوا جمعة الأبناء والبنات، من سن السبع هم اطلع كل واحد وحده. فتعليم الأبناء يكون منذ الصغر، قال الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام: التعليم في الصغر كالنقش في الحجر، ده واحد نقش في الحجر مكانه. عندما رحنا نزور في الرس، نزور الإمام القاسم بن إبراهيم سلام الله عليه جد الإمام الهادي، وزرنا بعض أئمة أهل البيت، ولين به في حجر نقش للإمام الحسن ابن الحسن، لابن الحسن بن علي عليه السلام، وعادها إلى يومك ذي. عادها ما نقوش في الحجر أنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يعني بينه واضحة. وكم لها؟ لها ما يقارب 1300 سنة في الحجر. فصدق علي بن أبي طالب عليه السلام: التعليم في الصغر فالنقش في الحجر. الولد عندما يكون صغير يتلقى المعلومات وبيسمع وبيتعلم، لكن فما كبر قد يوجد معها أفكار غير تياك الأفكار، قد هو يريد أن يلحق فلان أو يريد أن يبني مستقبل على ما يقول اشتي بيت اشتي سيارة واشتي